دير ارمون احسن ثاني في الدوري هنا ارمون داش ان جي بس من غير اي ارمز وتاكد انك سودو يديروا البروفيس هذا حنستعملوه بس يفتحها مع المونيتورينج مود بس نقرو شن فيه طبعا مش اي واي فاي شيب يمشي معها الموضوع لكن انا بدينا بالصدفه بسلسله واحده بس يجيني مستعمل ستلايت ديما نمشي غادا وحدات زي ما مليحه بتاع الضفر هاي كحله نو براند نيم تقدر تقول هاي فيها فاك تنسيفرات صغيره كحله فيها فاك تجيكشن الدنيا فاضيه انا درت ارمون متاكد درت كومبوز اب داش دي شوف انا ندير هيك يطلع لي هما كله انا هذا فيزيكال حقيقي اوكي وعندي 1 2 3 4 5 6 7 8 معهم معرف 7 8 تبع 6 ولا لا هم قالوا لي 6 حسب الدوكيومنتيشن انا 6 هيك يطلع لي الاوتبوت اف كي لينكس بتاعي اللي هو الهوست بتاع الدوك اللي درت فيه كوماند بتاع اللي كان عندي واحد يو اس بي واللي عنده هو الواي فاي حقيقي ومخدمة لايف على الواي فاي تبع ما حتى فيزيكال مش لازم ندور اللي عنده واي فاي فيزيكال احسن يساعد تمام اللي بيركب راسبري باي يدير بها دوشه في النت طيب واي فاي خش تطير حاجات اقوى راسبري باي لا والله لسه ما عملها لك هي راسبري باي زي اوكي هي ممكن ارخص راسبري باي تقدر تركب على لينكس شنو فايدتها؟ والله هي ميني مش ميني كمبيوتر يعني مايكرو كنترولر بين مايكرو كنترولر والميني كمبيوتر مطورة مايكرو كنترولر الثانية عرفها يركب لها اس دي كارد هي نزلت لها كالي لينكس
لينكس فور ارم سي بي واي فاي ارم سي بي يو تمام. ها؟ 512 جهاز مليح. فا بنركبها بندير لها اتش دي ويو اس بي بس نعطيها واي فاي باسورد وبنخش عليها بالستج بعدين نعرفها وخلوها متصلة بنحاول نشوف عليها نشوفها بنت عليها وش نصير. انت كيف ركبها خذها نزلت نفس قبل كالي لينكس نزلت ايمج لقيتها فيريفيكيشن وبعدين ثبتها بالاتش دي بنفس الطريقة هي بكوماند دي دي بلتش ونقول له هو قبل ما قلت وراك انا طبعا قالب الشاشه اخذت الشاشه مع ما وجهت منك عرفت هذا 90 درجه هذيك كمان تعرف بس تفكر مو واحد منهم هم الزوزي هذا الدرتاش انت كيف ضروري دين الكروب تمام نديروا اللعب بتاعنا نقعد لعب نزلت المرة لا انت بتشوف اللعبة يعني دير لها صورة كان هذا الحاجة شو شو بنديروا احنا انا بنجرب اول حاجه برنامج اسمه ايرمون داش ان جي اوكي احنا كل عنا كيري لينكس هو باي ديفولت في الكيري لينكس ايرمون داش ان جي ديروا فاضي هيك من غير اي ارجمنت في الاول بعد ديروا من غير اي ارجمنت يطلع لي شن في عندي وايرلس يعني في الجهاز بعد في عندي هنا بالنسبة لي أنا عندي واحدة USB Physical Wi-Fi وعندي 6 أمار وهميات لدرناها بسكريبت بتاعهم تمام كلهم فيهم ترافيك تورك يعني طبعا بنجرب أواقل فتحت Wi-Fi هنا خش على الماك بتاعي نحاول يخلوه ما عنده شيء لت مثلا نبطل عن شيء ولا يضحك تمام أوكي ايش بندير انا اول حاجه نبي نخير الانترفيس بتاعي للمونيتور المود مش نتفرج نور الباكت نشوف شو صار فنبي نغير ال دبليو لان زيرو هي المونيتور المود فنستعمل اير مون هو نقول انا نعطيه نقول ستارت دبليو لان زيرو اتاكد منها ما هي المفروض نديرها ولسه انتر جيت اتاكد بالفاضي اللي تو بعدها لان هو اول اوتبوت ما غيرش في الثاني اوتبوت هو اللي يطلع لك انتو بلد البلو نزيرو بوم ستارت راح من غير تو هي بوم في المون ايرمون داش ان جي ستارت دبليو لان زيرو هذه كان اسمها دبليو لان زيرو
ولا دبليو ولا زيرو مود. انا تو مونيتري مود طبعا. يمكن مش اي واي فاي شيب نفسه حتخدم معك يعني مونيتورنج. ايه يمكن تخدم اي شيب لكن بستبعد باكيت من غير ما تكون خاش على الواي فاي. مش اي شيب مش اي واي فاي يعني تشتري نوعين ثلاثة أو شوف إلا كم تشتري نوع غالي تشتري من برا تصبر على ثلاثة شهور. نعم المثل أنا أوكي غالي يمتع تصور تصبر بالذات اللي بتزين في نعم مش كل ألف وتسعة $600 أعطيه 75 هذا حق 20 دينار موجود بس جيب لنا واحد بس اثنين جيب لنا 30 واحد اثنين استفادت بتاعهم طبيعي شريت الخارج طب شعلتين نظرت القوة الأرض شو سبعين حقوق نعم؟ حقوق بصالي يدير معنا يدير كومات زعما ينزلوا لك موضوع الفيرتشوال الواي فاي انترفيس فصلوا الترافيك وكل شيء جرب فيهم زي ما تبي بدون بريكنج اني لود فقط دير كومات زعما لك تاكد نديرهم كلهم بالسي دي بتاعهم ممكن وهي سبيس هي بالغلط هذه تايبو ما ديرهاش دوكر ديتا يوم غير سبيس بقى كله زي ما هو تكتب بس كل الهيستوري زايدة تكتبش لكن هذا ضروريات سي دي هي وسي دي هي ضروريات تقدر تخزنك كسكريبت عندك باش انت لما تخدم لايف تدير طول سكريبت هو وتلقى روحك عندك ولا باور من تخزنه في ديسكتوب هارد درايف بترن هارد درايف بتاعك او في الفلاش نفسه كان عندك بيرسيستنس كمان زي ما تكتبهم في تكست تخليك سكريبت تكست باي تصير تخزن عندك Yes, ma'am.
تمام. كنا درنا هيك درنا كوماندا هو في اللي تبي تبدأها. انت كان عندك واحدة فيزيكال دير مونتري مود على الفيزيكال واي فاي، كان ما عندكش دير على واحدة من الفيرتشوال وخلاص. وقت تبع على فاي هي نفسها يعني خطوات في كل المكان. نعم درت ستارت دبليو ان، بعدين درت كوماند فاضي طلع لك ان دبليو ان مون مون درت على الفيزيكا فيرتشوال. فاش نديرو احنا؟ نمشي النقطه اللي بعدها بقى نديرو ايرودام. ايرودام وبتعطيه انترفيس فقط فيري سمبل. اوكي انا نعطيه دبليو ان مون مون وانت دير الاسم اللي عندك اللي درت ستارت زيد مون ام او ان، يغير في الاسم باش تبدا عارف ان هذا مونيتورنج. دير في بي قصدك شنو هو مثلا البلاد مثلا زيرو ولا مون؟ انا شوف انا درت دبليو ان مون 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 درت زيرو ولا درت زيرو انا مش مون. لا ولا ما استند ولا ليه هيك مساعده ما فهمتش هذا شيء جديد طبعا. تو هذا بيعرض لي ايش نسايف الواي فاي. تو هذا مش نسايف تو درت على المونيتورينج مود انا ترى بيتفرج نسايف من المونيتورينج. ايه يعني لو بدات تسوي دبليو لازم بروح تاخذ بعدين ما تاخذ مش من غير ولا مع ثاني يطلع لي الانترفيس اللي هو دبليو لازم 100%. وهذا كمان شو بيدير؟ كمان هو بيدير لي دمب زي الواي شارك تبع الواي فاي زي بتاع تي سي بي دمب هذاك عرفت تي سي بي دمب زي غمتها واي فاي. بيرد الواي فاي الاكسس بوينتس اللي كان فوق بيرد الستيشنز المتصله بهم الاوتو خلاص بيرد التشانل بيبدا يدير تشانل هوبينج. ونقدر نقول له مثلا داش سي تشانل معينه. خلينا نشوف احنا ابسط كوماند انك تدير ايرو دمب نجير تعطي دبليو لان زيرو مون اي واحده درتها للمونتري مهما كان اسمها دير وينتر. خير الصورك لا ضروري في حاجه عرفت من يعرف مدونين براحهم شفت جديدهم كحلة مو طيبة. جربوا بتاع الماتريكس هذيك في واحدة جرين هون مش عارف شنو ايه جرين هون بلاك وما فيش جرين في الموضوع شنو تبان لا ردك احلى بدا خير رد الدار خير دار خير يمكن نقدر نقص الترانسبيرنسي هو ترانسبيرنت من قبل وزيدين ديرين خط ذي شاف خير ممكن ما هو زين انت ما استعمل ايش كنا ندير ونقوم نقص الترانسبيرنسي لقينا ابلكيشن ترانسبيرنسي هيك هيك صفر هيك احسن مش كده احسن انك شويه طبعا انا بلعب على الفيزيكال لكن ما نظني عادي قصدي ما في رايك تفرج على قديش بسم فيه من صاحب الواي فاي عندي مجموعة كبيرة هنا من الواي فاي في واي فاي اسمه في اي بي في غير ثلاثة فار حشين شكل اكثر واحد استعمل فيه تعال في اي بي هلبة واحتمال داير حتى هاي دو لا كنا طلعنا هيك طلع لك ولا؟ ماشي الامور تفرج ولا؟ يطلع لك اما نوت اسوشيتد يعني نوت اسوشيتد مش كاتب في البدايه بعدين يطلع ما كاتب ايه ما زلت طالع وين نوت اسوشيتد يطلع لي ال اه يعني بشيل فوق يعطيك المكابس بعدين يطلع لك نوت يبدا يتعرف عليها بشكل واحد ولا ما ادري يعني ما في طلع فيها مش متصل ترى فين كل مش ماشي هم هلبة واي فايز هنا
زي درجة هلا هنا لايف هنا حقيقة مش فيرتشوال انت لا ريل فيزيكال ولا مش فيزيكال لا المهم هيك تشوف في عندك بيسس هاي دي معناها الماك بتاع الاكسس بوينت بقى طبعا قديش تدير هايلايت هلبه هذه الباور معناها قديش مثلا الاشاره بتاع السيجنال اظن كل ما قل كل ما خير يعني از فيزا اقل واحد هو اللي فوق هو هذا الماكرو اليوم مش هتتفرج وخلاص عادي ديروا عليه الدراسه بتاعك لا احنا فيزيكال تقدر فيزيكال عادي في واي فاي هنا مش عارف مشفره هيك بس غريب سبحان الله طبعا انت تقدر تشوف الشانل بتاعها اوكي هذا الشانل عندي انا شغله ايه على اي شانل تخدم الواي فاي هي اوكي هذه الداتا اللي تخطب منها الداتا اللي لقطها حاليا ما زال وايرش بيكنز معناها كل بيكن الواي فاي تعلن على نفسها تبعد في الاس اس اي دي بتاعها اي اس اس اي دي تبعد فيه كل مره فيها بيكن يعني المخفيه شوف زي واحد مخفيه فوق ايش بيكن كيف الداتا معناها الداتا اللي خاتمه الهاش بير سكند معناها الداتا مشفره زي الهاند شيك مثلا تمام وهنا تشانل ام بي هي ما نعرفش بالضبط ممكن السرعة ممكن ميجا بايت 8 ميجا بايت هذا انكريبشن واحدة دبليو بي اي وكلهم زي ما يبيش حد يفرش لا السايفر بتاع الانكريبشن والاوتنتيكيشن بروتوكول بيس كذا وبعدين الاي اس اي دي الاسم اللي بتاع اسم الواي فاي نفسه اسم الواي فاي طبعا شوف هو المخفي هو اتش تي ان 4 واي ار ار هو مدير راح السنه ما عنديش نت هو مدير 4 جي في جيب يخبط شكله شيء صعب كلهم قلت هنا تقدر على كيف عرفنا احنا لان عنده تليفون بالماكاد سوا ستيشن خاصه الاكسس بوينت هي يشبه هذه نفس هذه معناها هذه اسمها اتش تي 4 جي ان واي ار طبعا يمكن يكون غلط لان انت حتبعت معك جميع الاس اس اي ديز اللي عندك حتى اللي انت حتى اللي مش في الريج حتى الاسم الواي فاي بتاعها شكون مرتبتها لكن تبكي يقول لك هو صح لانك انت ما كان بس هو ايه بالذات كان تاكدنا ان في مثلا واحد ثاني يستعمل فيه فهمت كيف؟ لا احنا متاكدين ثابته ان هذا متصل بهذا ايه اللي مش ثابت ان هذا الاسم هو نفس الاسم هذا يمكن اسم حاجه ثانيه بيكون اسمه هو بيكون 900 هو لكن مرتب يقول لك انه يجيب لك حتى اسامي واي فايات متصل بهم زمان انت في بلاد ثانيه نفس التليفون المهم في واحد احتمال كبير تعبينه هات 4G واحد يديروا فيه مطفي يقول مثلا ما تصلحش هو يتسال وحوار جات على ضغط الساعه من الداتا طب الاول انا مش منصف على النتورك هذا بتاع الاكسس بوينت وهذا ستيشن مش لازم يكون متصل بشيء يطلع حتى انه هو كي بروبينج موجود لا هي في قالوا لي هو عنصر ثاني اي بس لا هو بيطلع اراوده معينه بيطلع النقطه زي ما شفنا كذا بس لا هو بالضبط لكن اظن ان حتى مش راضي تطلع يمكن تطلع غير احنا زحمه تو ما نقدرش نتاكد انا دب بشويه كان فاضي لا هيك مش تقدر تاكد المعلومه يبدا زحمه هيك صار صعب او يمكن تركز بالمقاس تاع 4G لكن شكله طول طفى ومشى شكله واضح ما سمعتوش حد يرص بطنه نحى بطارية طوزة فهذا أي سؤال على الموضوع يعطيك فوق هنا أنه يتغير تشانل طبعا أنت بتثبت تشانل تو احنا بن بن بنوازي واحدة مثلا هي تشانل سبعة إزفزها تشانل سبعة لا تبغير على تشانل سبعة عندنا أي مشكلة في
في النقاد كويس لكن هيد ما طلعش لي. عندك وايد سكس بوينت التليفون هذين بقى ما تشانل ما زحمة هنا لا مش طالع لسه أعطيني هما تشانل نطلع حتى ما مش طالع ما زحمة تشوفها عندي قريب 20 واي فاي هنا شنو؟ مش زي نبدو في كيف يعرفوا ما نعرفش يقدر يعرفوا ولا لا ولا تقدر ينفعش وضروري عندك حد متصل بيك رب متصل بيك حتى أنا نقطة بتاعي مش طالع بالك حصلت شان ما حصلتهاش بالنسبة لي بالآيفون في الماكبوك لك تيجي تجرب بالوحدة انت يكونوا كلهم 13 ما تصل شان مش هذا لكن كانك واي فاي تاني أكثر شان فاي نوعي ثاني في ميتينات شان شنو في حد عنده مشكلة؟ ايش عندك؟ لا تمام بس ماشي كويس 100% وعندنا شدنا هاند شيك على فكره يا رب ما ركزناش فيه الموضوع في حد هاند شيك اتصل بي واي فاي قطنا عندنا الهاند شيك بتاعه لكن انا تو حاليا ما سجلت فيه بي فاي الايرودوم حتى اعطيك البيزك كوماند من غير لك شوي ثاني حنسجل بي فاي انا واحده واحده تو بغيره وتبت تشانس اول حاجه بعدين بنديروا ال انا طلعت فوق كان زايفون طلعت شانل 6 انا بدك تطلع اخونا محمد انا طلعت شانل 6 انت سفيان زايفون جالكسي ها؟ شنو اسمه انت؟ اه ما لكن هو خذ سيفايزر بيجي له بقى فيه هو دار لقط كونكت على الحاجة من A1 ل 3 C كان حافظ المكان بتاعك تقدروا متأكد ان انت من عندك عرفت احنا ما نتفرج احنا ما نعرفوش تو كيف لقطت معلومات احنا شايلهم من انتم جديد راح انا شانل 6 از فيزا هو شانل 7 بقى خلينا نغيره على شانل معين نلقط على شانل 6 شانل تاني داش سي 6 تمام قدرتها بسرعة نفس كوماند لول 6 داش سي 6 channel داش سي 4 channel 6 channel اللي بنديرها very easy ان شاء الله قدرت انتر فهذا فهي في واحدة هنا هيدن يمكن او يمكن تكون تعينة غير ما زال مرقلات في واحدة على channel 6 encrypted WPA2 PSKZing فيها شوية داتا تخطر خلنا نحاول نضيف شوية ترافيك يعني من البراوزر كل ما على دورة لشاف تغيرات المواقع عشان خاطر استنى الفيديو الكريم. طبعا زي ما قلنا لما يكون في قلبه واي فاي نويز هيكي مرات يصعب عليك الموضوع شوية. لما لقطناش المكادس بتاع واحدة مزاحي لكن ما زال عندنا امل. قصد علينا علينا واضح هذا هو كذا ما عاد دير واي فاي باسمك واضح هذا تليفونك
من هو؟ هو هذا التليفون. مو في حد متصل بيه متصل عندك صوص واي فاي 84 واحد غير 84 في الكاس هذا. لا اه تو في حتى ترافيك في التليفون كل عام في فريمز حرك بالنسبه للنور صوت مو تليفوني تليفوني كل عام زي مو في حد ما في التليفون قال لك الهوست بوت انا التليفون مو في حاجه على الواي فاي بالمكان سويت حركه شويه وتنسى في شويه ترافيك صارت تشبح ما ما نوصل ما نوصل مع التليفون انا بعد ما خلص الكورس كيف تو بعد نقطة صغيرة تبعت في كورس. في حركة صار. قاعد استنى في التليفون لكن ما شيء من زمان خلاص. خش عليهم تليفون تاني. أنا جايب معي تليفونات تانية. سندير نويز لك نويز من قبل. دوادر يطلعوا لك الناس. آه هو ولا لا تليفون شوفه جميع أنواع واي فاي كلها طالعة. حتى الهدنة. آه كله أصلاً هدنة وبعاد مليون مش هي مراه طالعات كله لك على خمس سنين باسمه. أنا قاعد أفهم شو دوادر يطلعوا هذا يعني أنت نتفلكس. بس متحمسين عندك بالضبط. اوكي هو زي اللي يبعد في اسمه مو يدور فيهم حاسس هيك تبدي تدور في البروتوكول تاع الواي فاي كيف لو اللي يطلع هما مثلا كيف نقدر نحكم مثلا براسه وهو طلع في عينه بكري هو فوق تلقى الاسم تاعها كيف تلقى البث تاعها ما تقدرش هيك هذا فقط اسبيكر كان الشيء قال جنب عمش هذا الواحد في واحد صغير مو في سبيكة واي فاي من عمش هو السلام هذا رجلت 4G فيش حد بتش 4G عندكم ما شاء الله والله كانت 6 أيام تعال لا بتاعنا احنا رابطين جهاز واحد لقطنا هانشيك من هنا اه تليفون هنا هو الاندرويد صغير لما اتصل لقطنا هانشيك بتاعه تعرف تليفونه ما طبعا حتى فرق من الكراك على فكرة تعرف كان يكون يجرب ما لكن يستعمل في التور في النت تصبح شوي احمر ليش كيف تطلب لقيت انه في زوز متصلين واحد منهم ماك واحد منهم تليفون في واحد عنده سيرة نت وقار نت في نت اسمه وقار نت شركة شركة جديدة أنا زي بتشوف في كيف تلقى تبيع معلومات فيها جو صراحة كنا دلنا عند الموضوع هو أنا مش عارف تلستان تروح مع فين وأنت لايف لا مش لايف دير لايف وخلاص خير لا في خير ديما نفسها عرفوا ديما بادي من نفس النقطة فيش كيف النقطة الأولى ديما تفتح أريد ما أنت أنت هاكينج وتجرب حاجات مرات عرفوا مرة تجرب حاجات تصير الموضوع في السيستم تاعك على حسب أنت كيف تفتح باه ان مونا طيبة النقطة هي معناها يوقف الاتاك مش اتاك هو اصلا مونيتنج ما يبعدش في شيء هو زي الباسيف هيك الباسيف سنيفنج هو بس باسيف سنيفنج يعني يجمع فرض من غير ما يبعد شيء نعم النتائج هي فرض وقفت كانت تدير في الفيش هذه في الاسبوع انا وقفت وقفت زي بالك مكبانش عنديرها كلير جست اوكي خلوه على سنة 6 لكن نقول داش دبليو عشان تشوف راحي وين مكاني بالضبط ما عندي بيتخزن فايل انا عندي دار دايركتوري اسمه هو كثير تنبكت تتفصل وقع شارة الواحد فخليني هنا ندير كلير
نفسه هو نقول داش تربيلي ونقول سنفت مثلا نسميه سنفت الفايل سنفت بس اكستنشن بكريت لفايل في ستاشون ستاش كالي سلاش وورك يعني دير لفايل دير كتريكي غادي سميتها سنفت وخلاص معناتها بدل وانا نعطيه الاسم خلاص في المكان اللي انت فيه مثلا انت كان كنت في الهوم زي تو عادي كان كنت في مكان ثاني مرات لكن انت كنت بالروت انا في اي مكان تمام المره تقعد تدور فيه الفايل بعدين لانك مره تبي تسحب جوا شارك مثلا لما تبي اي شوف اسجل لي هنا سنفت 1 دوت كاب بالسي اس في جميع الاكس ام ال جميع الفورمات يعني انا بنستعمل الكاب بنستعمل باور شارب اشوف شو قلت لي تبي ال كوماند اي كوماند اخيرا بعدين شويه مش مشكله انا مزبط بعدين اعطيني الاسم ايوه شو درت ايرو دم داش ان جي عادي اعطيتها في انترفيس بعدين قلت له داش سي 6 بشكل سنه 6 بعدين قلت له رايت شي يكتب لي في الفايل فايل اسمه سنفت طبعا بيدار مجموعة فايلز بديتها بسنفت في كاب فايل في اكسل في مش عارف الثاني المهم هو متحط تقرا مو متحير شوية الفايل هذا المهم ايه اهم كوماندز في سامع لي رودم تضغط بي بعدين تحدد شانل بعدين تحدد لو انت بتكتب فايل تاعك تربط باسورد تربط هاش دير كراكينج باسورد طبعاً قاعدة بس في سنفك هي تقول بس في سنفك انت بتحاجة بعدين تقول اكتر طبعاً انت مش محتاج تدير دوس اتاك باش تلقط الهاندشيك الهاندشيك تصير بمرة صدفة وانت فاتح توا بيختم حد كيف خش على الواي فاي تمشي لهم لك حين حنديروه حتى الدوس اتاك يعني تيجي تقعد ديما باسف لا تحصل باسف وتخش من غير كيف تكري الفولدر مكدر مكدر ام كي دي اي ار ام كي دي اي ار مكدر اكتري نفس دار ويندوز تقدر تدير هلبا تكتب بات مثلا طويل تعطيه داش ار كريتهم كلهم طبعا نفس الكوماند زي ما تديرهم في الفيرتشوال كان تبي لكن الفرق الوحيد انه في الفيرتشوال ما نعرفش في غادي كباسورد يمكن بنجرب وحطك هنا بنجرب ولا نعرف الباسورد بنجرب ولا نعرف الباسورد نعطيه الباسورد في الدايركشن تاك بعدين هذاك اللاب هو دبل لاب هو وايرلس اتاك وباسورد كراك وسنفنج لاب هذا حطيتها مخر شويه لان كانت غير بالبيبيز على فكرة تقدر تثبت الشانل بالإيرمون كوماند نفسه كما استعملت فيها غادي لأنه دي من غير فيه إيردام إيردام بكي أحسن يعني مش رايب تمشي إيرمون ودير تثب غادي بقى بتفتح مرة تانية هنا أسرع لي زال فيها هنا دي.
تو لا ما ناخذ بريك مو مستعدين نكمل الكره. ليش قبل جمعنا الشبكات الموجوده عندنا عندنا حصلت كاب فايت يا سلام تقدر تفتح بلو اير شاك تقدر حصلت عن شيكس كتب لك فوق انه فيها عن شيكس في الايرو دم قبل لا تسكر مرات قاعد لو تسكر شوي فوق بجنب الساعة والواحد على يكنا على اليمين صوت الفوق يكنا على اليمين يكتب لك إن فيها انشيك شد هذه معناها في حد اتصال يعني باسورد هاش لا ما في ايه عادي عادي نفس هو فيه ترافيك عادي يبا ترافيك اتكون زي بدوش اكتب مني نجي مثلا نفتح الفايل في الواير شوك تفرج عليه انا مسمي عندي سنيف وندد كار تفتح الواير شوك ما تبيش حتى روت مورك تمام جيت انت تتفرج انا تقدر تشوف انه في ابل هنا في انتل في حاجات ثانيه ابل حتى هو أربع ابل في أجهزة غريبة هنا سوني فوق في شيشوان ياسين صانعين الواي فاي تشربه في سامسونج غرفة شهر ستة أعمال خيرات أبل تقريبا تأتي نعم في هون هاي هون هاي شنو يسمع ما خاطمين عليها هلا سألت وين خاطمين عليها لكن فكر انه خاطمين فكر في هون هاي لكن ما نترك بكيدا ما طبعا نسيبه بيش عليها مو مشاركة هنطيب في واحد اسمه بيليان إلكت لو قلت لا فيها هواوي ألف هواويات لا هواوي حيكون في شوية دوس شوية باسل كراكل شوية سنفن وشوية والس هذا لا ضروري كان يكون بعد لكن في حيكون لا بروح على بس كراكن لا بروح على الدوز التالت ونعطيكم شوية حاجات لينكس إذا هو مثل بنات نعطيكم بعدين دوز التالت سكريبت 56 مدد إذا حاجات صح سمي يعني ولا تاكس زي ما قلت لكم ما فيش إذن ندير دوز التالت على الدوز التالت اي بي بدا شني خلاص بست امورنا ما فيش حد عنده مشكله في الاول نطلع بريك ونقول له تمشي الامور طب تعرفوا دير لوك الجهاز هذا ذكي تم البريك في الزاوية
اليوتيوب. في حد ما وصلش وما وصلنا احنا البريك هل ده مش كلام وصلش في حد ما وصلش وما وصلنا احنا وصلنا هما ورشاك وكل شيء كلها تو فتحت وير شارك شفت ملف اللي قلنا السنف فرست عليه ملف ديت الاسنان تلقى فيه مجموعة ليه الترافيك اللي صارت فاكت قلت الملف دوت كاف انت استعمل انا فاكت كان يجمع معلومات مونتري تبي خاصه في الملف او شو كوماند درنا احنا درنا كوماند هو بكر قبل ايوه ايرو دمب مانسي اعطينا الانترفيس مانسي لمانسي دير تشانل مايز دبليو يرايف على السلام بالظبط مايز دبليو تعطي اسم اسمه هو بيبدا على السلام بيبدا بداية الاسم تاع الفايل وين حيخزن الفايل؟ حيخزنه في الدايركتوري اللي انت فيه تو يدير بي دبليو دي ريكورد دايركتوري يطلع لك التو يعني في سلاش وورك اللي هو دايركتوري جديد خليك فترة على راحتك مثلا قلت هاند شيك طفي طور مثلا ما يحتاج بكره مع هاند شيك ما قلتش هاند شيك تم نديرهم بس اتاك خلوهم يديروا هاند شيك السابق تمام خلينا ندير مثلا فايل جديد اسمه سنف دوت تو اوكي هذا فايل جديد اسمه سنف دوت تو أنا قاعد داير أضبط التليفوني بدي نخش على من معك المفروض بيربط الهاند شيك على طول ماشي ما ربطش لكن طلع لي إن المكنت أندرويد أندرويد مكسل طلعين لي الأجهزة لكن مش بحتش هاند شيك طبعا هاند شيك تقدر تطفي مثلا واي فاي تولع على الحزة هي انا لكن ما عندي سنين طبعا فشو بنديرو بتجربوا الايري بلاي في برنامج اسمه ايري بلاي اوكي يبي تعطيكم كوماند معينة صوروا براحة لا صغرنا بكتب تشوفوا الايرو دامب اوت انا ده اكو تذكر ما فا اي بلاي هو يبعث لك اي حاجه تباع على الواي فاي من غير ما تكون مثلا متصل بالواي فاي لما تقول لك السماع بتاع شوف مثلا شو كاتبين هم في ما كيف شارحين على البرنامج اي بلاي انجكت باكتس انتو وايرلس نتورك جنريت ترافيك باكت انجكشن هذا هو الجزء اللي قلت لك مش هيخدم الا في يعني مش هيخدم في جميع الواي فاي تشيبس لما تكون عندك باكت انجكشن كابيلتي باكت انجكشن يخدم انك تاع
تبعت على الواي فاي من غير ما تكون متصل بالواي فاي. It's used to eject or replay frames. The primary function is to generate traffic for the later use in air cracking G for cracking with WP and WPA keys. There are different attacks which can cause the authentications for the purpose of capturing handshake data on the code DRAM. في حاجة تانية fake authentication, interactive packet replay, handcrafted ARP request injection, and ARP request re-injection. يعني ما مش هنديرهم لك تيجي تقرأ عليهم ما هو جربهم مثلا برو في باكت فورش تول تقدر دير فريمز برو تقدر باكت زي ما تبقي يجيب هنا ليه مش هنديره احنا اللي بديره ان نقطة نديره جنريشن ترافيك نوع ترافيك بتكون دي اوت نبعته دي اوتنتيكيشن باكت. في حاجة اسمها دي اوثنتيكيشن باكت لما تبعتها في واي فاي نتورك تبعتها ب زي ما نقول سورس من سورس ديستنيشن تبعتها بتحدد الماك ادرس بتاع الكلاينت والستيشن والاي بي ستيشن والاكسس بوينت زوز تحددهم المفروض الاكسس بوينت والستيشن زوز يفصلوا بالواي فاي هيك يفصلوا كبروتوكول تبعتها باكت ايش باي هذه الفكرة زي دوسة تاكي وطبي و ديرها تواصل تمام بتحدد ايه بتحدد المكان بتاع الاكسس بوينت اوكي بتحدد مكان بتاع السورس او وتبي تحدد نوع الريبلاي اوكي نوع الريبلاي بيكون دي اوت اتاك ونوع الاتاك دي اوت مش دي اوت ار سي دي اوت عادي نبعت دي اوت بنحطوه رقم صفر اشياء بعتهم رباط بس اتاك سنس دي اوتنتيكيشن باكيتس تو ون اور مور ويز كلاينتس هذا يعتبر اخذ اتاك حقيقي تمام which are going to associate with a particular access point. The authenticating clients it can be done for a number of reasons. Recovering a hidden ESSID, مثلا. تبي تحصل على name هو hidden. خليهم يفصلوا ويعاودوا بس ترى العملية، انت يمكن تلقطها هيك بس مش نحن عادي. لكن هيك اسرع. This is an ESSID which is not being broadcast. يعني ما تعرفش معاها. Another term for this is cloaked or capturing handshakes. نبغى نديرو هذا الجو بديرو بدير كابتشر الهاند شيك by forcing clients to re-authenticate or generate ARP requests. Of course, this attack is totally useless if there's no associated with the wireless client or the fake authentication. يعني هنا كنا بندير في الدي او ضروري الواي فاي هي في الاريا كلاينت في ناس متصلين بالواي فاي باش نفصلهم ويولوا نقول قلت لهان شيك نجرب على الباسورد كنا ما فيش كلاينت ما عندي من دير اوكي ندور في مجموعة كتاكس تانية فيك اوت allows you to perform the two types of WAP authentication احنا لو لقينا access point WAP ولكن نقدر نعرف access point WAP نقدر نتواصل لكن بنستعمل برنامج اسمه واي فاي تي لكن ما نعرفش كنا نحصله أكسس بوينت دبليو بي تو في مجموعة تانية من الأتاكس تشوب تشوب وسكسسفول كان ديكريبت دبليو بي باكتس without knowing the key the fragment is attack successful can obtain 1500 bytes of PRGA pursued a random generation algorithm this attack does not recover the key but merely obtains the PRGA كافي لاتي In general, for an attack to work, the attacker has to be in range of the AP and connect and the connected client, real or fake. Attack, WAP attack. Help the WAP attacks. PC frag turns IP or ARP packets from a client to ARP requests against the client. هنا بنعطيكم لينكس لشوية حاجات
جات زي هو الدرس تاعك تذكر في السيرس ميثود فتشارك عندكم سبرينج عادي فيه كنت نسيت اي حاجة تخش هنا لموقع ايركراك. ايركراك هو اسم المجموعة البرامج اللي نستعمل فيها هنا الكراك موافقة انه الايركراك نفسه حنستعملوا الكراك الباسد طبعا ايرو دم والبلاي والايرمون كلهم جزء منه كلهم يعني بروسس تبع نفس الجروب هذا فهذا اعطاك الكوماند كيف شكله كيف كوماند بريك داون بتاعه اسم البرنامج ريبلاي داش ان جي ده صفر معناها دي اوت انا نكتب دي اوت في العاده لكن هون كذا بدا الصفر هي نفسها هذه معناها قديش تبي تبعد دي اوت باكت سواء كتبت دي اوت ولا صفر هنا تعطيك قديش انا بنكتب صفر ان كان الواحد هي باش نبعد انليمت الدي اوت نبعد هلبا ندير فلودنج باش نتاكد ان دا طلع هو هنا داير واحده بس هنا عندك الاي بتاع الاكسس بوينت المكان تاعها والسي الاكسس بوينت تاع الكلاينت اخر حاجه بتعطيه اسم الانترفيس ديك الليمون الاخير تمام في تبحث عن طريق السلاش B sets the access point MAC address. The A sets the access point MAC address. You see destination. Destination is client. Okay. Destination is client. Our Wi-Fi will get it. It shows up. But if you want to do a replay, go to dash A. Assalam. اوكي فدير داش اي انا بندور كنت ندير فيه بك اي رودام وين في نفس الترمينال هي ايوه هذه البيس اي دي بتاعي اللي هو المكادس بتاع الاكسس بوينت اللي هو في حال هذه التليفون داير هوت سبوت نقول هذا سي ونبي ال ستيشن اللي هي تبني هذا الماك بوك بتاعي والعوامل اوكي بعدين بنقول نوع الاتاك اللي هو دي اوت صفر
تقريبا دي اكتر فيديو مكتوبه في البدايه مكتوبه في البدايه مش متاكد انه هي دي او تكتب بلاش صفر لان هذا تلخبط فيه لان اللي بعد الارجمنت صفر بعدين تبي تعطيه اسم الانترفيس اللي هي W01 عندي هنا انت تتاكد انت وين تبي تبحث يعني مرات 6 او 7 شوف اوكي صح ولا لا 100% اوكي ان شاء الله ادور معك وفي تشبه انت في الارقام اللي تغيروا نقطة الاكس كان زود مش صفار معناه يكتب بشكل كمان ما عنديش نت ما عنديش واي فاي لو نحاول نتصل ما يتصلش انا افتحكم بالثانية فرقت بالسليم فقط نحاول شوية اكون فأنا هنا شوف هنا يدور ايش حيقول هذه هي هتسبت عندي هنا تبعت ايفون يقدرش يخش على الماكس تفضل هذه حتى زي ما تقول ديمونستريشن على طريقنا ما فيش فرق WPA2 WPA3 يكتب عليها حتى WPA6 ما فيش حاجة اسمها WPA3 على كل اما ايفون يكتب عليها خلاص WPA2 يكتب عليها WPA3 مع WPA3 لا في ترى في WPA3 فعلا نزل سبست من WPA2 في باتش بالكراك ما نعرفش بالنسبه للايفون اكيد معلومه اللي عندي لا ما نعرفش بالايفون لكن بالنسبه للراوترز في WPA3 فعليا لكن هي نفس WPA2 لكن فيها باتش لي حاجه معينه فقط لا 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 في فرق فكره معينه مكتوبه مش مختلفه لكن اضافه تو WPA2 22 بت انكربشن والله كان التري 512 بت خلاص معنى هذا التري مبروك اوكي انا عارف بالنسبه للايفون فيه ولا لا لكن يفترض باهي يفترض ان WPA2 WPA3 ماليش علاقه بالاجهزه اللي علاقه بال ما هو الاجهزه اللي يستعملوا فيه الراوترز يعني ما هو الراوتر معرفش مهم حتى في السكان حيطلع لك WPA2 المهم 2 ولا 3 اللي هو يخدم على كلهم باي ومش حيقدر يخش فخلي هنا طبعا مش حتقدر تشوف الشاشه هي مجرد ندير كنترول سي نوقف لا تاك تمام وتوا متى نسكر واي فاي ونفتحه على خاطر عالق يجرب من بكري قاعد كان يجرب حتى تقول اسكر ما سكرش انا معك ما يعطيكش تحكم بيه براحتك يبقى نقول نسكر الهوت سبوت ونفتحها احسن هذا متصل طبعا ولا طبعا احنا طبعا استهدفنا كلاينت معين استهدف كلاينت معين تعطيك نتائج اكثر يعني شبه مضمون انه يخدم لما استهدف كلاينت معين تقدر تديرها من غير ما استهدف كلاينت معين يدير دي وات تاك على الجميع لكن مش مضمونة تدخل ذات كانت كبيرة ولا إشارة واي فاي ضعيفة مش هتدخل ده بيك إشارة قوية طبعا زي هنا مثلا إشارة قوية هو الجهاز هذا مزعج شوية بصراحة لا هيك يتصل اوكي عندي نت يعني بدي ادير اتاك مرة ثانية بدي ريفرش ما في شيء قاعد يحسب روحه متصل لكن مش متصل تو يرجع يروح مش متصل تمام قفل الاتاك قفل الرين يتصل كيف بدي تمام في حاجة مدرناش مدرناش ما تسجلوش في الباكت حتى الان تشيك ما نبطلوش فيها
نفس مكان ثيرمال الواحدة نصوص عندي واحدة روت يعني هنا من قبل زوز روت واحدة للبيف شفت هذه الأرقام قلت لك على أك لما تتغير الأرقام تتحرك أنا بتأكد إن هذا شغال بس في نتيجة الموضوع في الأرقام هاي ما نعم نخلي الكوماند هنا هيك واتي نجي هنا نقول أعطيني رودم WLAN 0 من داش سي 6 لان تشانل 6 وتقدر تحدد بي اس اس اي دي حتى هنا ولا اي اس اس اي دي مثلا تقريبا هيك بي اس اس اي دي كان جربه قبل لا نسيب شكله هو هذا بي اس اس اي دي ماشي معي كان مثلا نغلط فيه مثلا ما عادش يجيب 100% وهيك اني محدد الشانل محدد بي اس اس اي دي مستهدف النتورك هذا نجي يقول له نبي تكتب الواحد ونقول له مثلا مسميه مثلا اي الفايل دقيقه خليني نتاكد على نفس الاثنين وين ادبيه يعني نمشي نفس فولدر هذاك ادريس اللي هو بشير لك شيء في نفس المكان باهي نمشي هنا بدي رايت ماينس دبليو نقول له اكتب عليه ايفون زي فوق اوكي شو ديروا انتم تو انا حاليا بضغط في داتا من هي الشبكة هذه نجرب ندير له شوية ترافيك بدل ندير في ريفرش براوزر اوكي طلع اوكي يعني هذا المكادس بتاعي المكادس بتاع الماك اوكي لما تخيل جرب حتى التليفون هو نبت فيه شوية باكتس شوفوا يطلع لا لا مجرد التليفون عنده عادي قال له محمد بها جرب الخش يورو ايه موقع اشوف بسعر بيتكوين كان غير زايد من الناس $2000 المهم نحاول ندير فريش شوية بالك يطلع لي حتى هو بتاع الاندرويد فقط ندير فريش انا اطلع السيرفس انا بيلو ما ادري السيرفس ما يبيش يطلع لي بالواحدة مش مشكلة يعني إنه في تايم يطلع بإذن الله كلهم فإحنا نبو نديرو الأتاك هوا تو أنا أوكي لاقت نتورك أوكي لاقت نتورك لاقت حتى داتا بيكت وحاجات عندي هنا كلاينت متصل بها نوري تمام الحاجة الوحيدة نبين بها نشيك باش نجرب نبي نهكر نبي حاجة ناخد باص بتاع الواي فاي فخلي نجي نعطي دي هوك أتاك اوكي نشوف فيه ارقام تتغير كل شيء تبي تشبه يعني حاجات غريبه تصير طلع لي حتى التليفون على طريقه تو وتشبه يعني اللوست والفريمز يتغيروا وما خطر بدي اتاكد من داير. طبعا داير فلودنج عادي لما تكون ثابت على شانل معينه تقدر تربط منها وتبعد باك انجكشن نفس الوقت طبعا في زي لك اكثر من شانل واحد هذا لازم تطفوا في تغيير الشانل وتربطوا في شانل معينه كان هذا تاك تشينج اوكي فعيت انا من الاتاك خلص بشوية نشبه في الكلاينت انا الكلاينت لكن نحس بيه براحة فخل نستنوه يدير ريوثنتيكيشن باهي يعني طبعا ما جربتش في التليفون هو مش مستهد فعنده نت طبيعي على فكرة ولا بس مستهد بيه نجربه داش نت
خاص واي فاي عندي لكن ما مش بحث فيه هاند شيك هنا. مش بحث فيه هاند شيك. ما لقيتش هاند شيك. مثلا خلينا نجرب تليفون ثاني. نجرب تليفون ثاني عن طريق انك بتكوبي المكادس نتاعها وبديرها هنا مكان دسي. دسي هو الكلاينت والاي هو الاكسس كلاينت. نجرب يبعث هيك ودار الفيديو ودار الفيديو فعلا لكن طبعا ما يكتب ما ينسجلش له. خلينا نعرف ندخل نسميه حاجة تانية هو نسميه اندرويد. اوكي بدينا نسجل هنزيد ندير اتاك مرة تانية في تحركات مش متصل انا حاليا بالواي فاي خلينا نوقفه خلينا نشوف احنا شو صاير. تشوف انا في 4 فريم اوكي خط الاتاك توا صفر هكي متصل اوكي هكي متصل خدنا هاند شيك فوق قبل بي هاند شيك في موقف انا خلاص ماشي ندير معاه خدنا هاند شيك فوق وخلي نجي مثلا نقلب له واير شارك هو يمكن اير كراك نفسه يلقطه اير كراك اير كراك نفسه تقريبا يقدر يدير بحث ويلقى الباسورد تيجي تعطيه باسورد طول مش لازم تعطيه مش لازم تبحث تفتح واير شارك ودور باكت وين بالضبط مع انك تقدر تيجي تفتح واير شارك وتدور خلينا مثلا نفحوك فور ديمونستريشن بيربس اوكي واير شارك اندرويد دوت كاب في مشكلة خاطر واير شارك مش كويس الخدمة بالروت خلينا نفتح من هنا خلاص هو يشكي البرنامج نفسه يقرا حروت يدخل في نفسه يا وورك اندرويد دوت كاب جرب دير على دم كليك كيف عندي نوع شارك من بكري سنفت واحد تذكر اندرويد هيك شكل هي ال شكل الداتا زي بكري بالضبط نبي نعرف ما السامسونج هو نفس السامسونج بتاعي ولا لا لان انا بالنسبه لي بزيد بالماك ادرس ثمانية واربعين هذا هو نفس السامسونج اليكس اليك هو اليكت هو نفس الاندرويد اللي انا سام فيه تو يكون في الأخيرات هنا دار هاند شيك management create a send request تمام مو معناه بخلي الكراك يدير لما حاولت نلقاه توا ما جاش قدامي الباكت طبعا تبي شوية تركيز تبي دقائق اكيد في سيرش معين لكن نسيت المكتوب هنا بالضبط كيف نلقاه في الانفو ولذلك انا حنستعمل اير كراك فعندي انا هنا في الشاشة الكبيرة عندي فارغ هو فسطة هاند شيك بس عن شيك تاع التليفون الأحمر متصل بال هوت سبوت اللي قاعد متصل هو أهم حاجة فهمت الموضوع اللي هو هذا الديوت أتاك أهم حاجة في الكلام باهي زوز لا هي تشانل واحد كل ما في على تشانل واحد انت لما تتصل بالواي فاي على تشانل 10 تفتح على تشانل 10
الاكسس كون الجهاز قلنا على الناس تقول لا تاكل الدور معهم عشان تمام. خلينا نجرب الكراك اللي هو عندما يلقى ال لا الله والله بيلقى الهاند شيك فايش يبي هو يبي فقط الماك ادرس بتاع نتورك اللي نبي نوصفها اللي هي هو ماك ادرس هذا بي اس اس اي دي كوبي بيست مات فرانسي باي طبعا داس دبليو هي ايش معناها هذا يبي يدير ديكشنري اتاك تفكروا في ديكشنري اتاك من امس نادرنا تكلمنا على الباسورد كراكينج ولا في كذا نوع كذا طريقه في بروت فورس اتاك صح ولا كان بروت فورس اتاك قلنا تقدر تدير معادله هي تطلع لك قديش يقعد وهكذا طويل طبعا يعني حتى اربع ديجيتس ارقام بس ياخذ مني ممكن 45,000 تراي فقد حجم يعني الواي فاي ناخذ اقل حجم الباسورد يكون 8 كاركتر الكاركتر يمكن يكون 26 حروف بالانجليزي زائد 10 ارقام زائد حاجات غريبه ثانيه سمبلز واحد يعني يمكن هلبا يمكن اسكت كلهم فلذلك مش حندير بروت فورس اتاك نبي ندير ديكشنري اتاك فداش دبليو هنا مش معناها رايت معناها وورد ليست تمام نكتب له وورد ليست في باسوردات ونقول له جرب لي اشهر وورد ليست صغيره جدا نقدر نزلوها على السريع اسمها روكي 300 ميجا بايت تنزل في اقل من دقيقه من جيت هاب روكي تكستي 130 ميجا بايت خاله نت سريعه شغله ثانيه هو تقدر تستعملها نبي نشوف هل الباسورد تاع انت الواي فاي موجود هنا ولا لا ما فيها يعني باسورد يستعمل في مرب من 1 ل 8 وهذاك و في الواقع انا جربتها هي في ريل لايف وفكرت بها واي فاي حقيقيات طاك الواي باسورد تاعها موجود طبعا كيف تحمي نفسك من هي ما تديرش باسورد بالسهولة هذا موجود في روكي تمام فهذه هي ليست كاملة الداونلود عندي قال لي نفس بارد مش عارف شنو خليه يفكر بارد كوربت مثلا بارد حاجة ما نعرفش خليه يدير تشيك شكرا عشان نكمل خلينا نشوف انا هنا عن طريق ثاني ترمينال وخندير وكاد للركيب 100% تخدم تعرف خيرا مش هيشكي برنامج الداتا تقدير لبس ركيب وتبدا تمشي به هيك باجينيشن وهكذا تشوف انه في هرب برنامج الداتا بس الداتا هو مش نسيسري تستعملها في الواي فاي لذلك مش كلهم مينيمال 8 كاركترز في اللي اقل في اللي ما تدري في هلبا باسوردات يعني ساندرا الفاندرو 28 8 7 كان هنا الواي فاي باسورد تعرف اما حيكتشفوا فخلي نولي خلينا ناخذ الركيب نحطها في الفايل نفسه يعني نفس الفولدر وورك شيل ده جنب مع الثانية فجرب نفس الطريقة أعطيه وورد ليست تقول أعطيني روكي هذه وورد ليست بتاعي بعدين شو بدير تعطيه فقط الكاب فايل والأندرويد دوت كاب لكن كمان تام عندي هنا مجرد إن أعطيته داش بي أعطيته ماك أدرس بتاع الأكسس بوينت داش دبليو قلت له هذه وورد ليست موجودة وبعدين من غير تكتب له مكان
كابسل داتا وين؟ برنامج هواش بيدير بيدور على الهاند شيك، حيلقاها بإذن الله كان هي أموره تمام. حيلقى الهاند شيك وعلى طول حيجرب عليها، الهاند شيك حيلقاها، حيطلع منها الهاش بتاع الباسورد، الباسورد هيبقى فيه هاشت تمام، حيقلت الهاش بتاع الباسورد من الهاند شيك، وحيبدا يجرب في الروكيوتكس. روكيوتكس فصلة طبعا مجموعة كلمات زي ما شفنا، كل كلمة حياخدها حيحسب الهاش متاعها بنفس الالجوريزم اللي تستعمل في الواي فاي، وحيشوف هل نفس الهاش ولا لا. طبعا هذا اوف لاين باسورد كراك تمام، يعني نادي بالقط الهاند شيك ما عادش نبيه الفيكتيم يقعد اونلاين لا ما عادش دخل فيه، تميت الموضوع فهمت كيف ولا. يعني الهاند شيك هي اخذتها ومشيت اوف لاين بس اجرب براحتي ما عادش نبيه اي حاجه عشان يدير بيه كلاين اكسس بوينت، فخلصوا انتر شوفوا شنو يصير، ما اظنش حيلقاها لكن يبدا نشوفه هنا. الديسكيت الثاني يشوف انه يمشي بالكلمة يعطيك انه يبي 35 جيجا باش يكمل الوورد ليست كلها، انا مش حنكملها كلها نستنى شوية خلاص. فا تقدر تشوف هنا انه يجرب ياخذ في الباس فريز من الوورد ليست يحول فيها لهاش ويشوف فيها نفس الثانية ولا لا. طبعا هو هيك معناه جيت هاند شيك وتعرف عليها وطلع منها هاش. ما عرفت ليش يجرب في كيف الثاني هيك شكلها فوق من الفن بإذن الله فوق من الفن شكلها. ممكن حتى ب 6000 كيلو 5000 هو يكتب فيه من هنا 7000 7000 بالضبط. فكويس حق انا زمان كان الفيديو بتاعي حتى 1000 مليون طورنا فيه 7000 تمام. فمش استنى نص ساعة خلاص بخلي موقفوه ونجي ندير تريك كلمة غريبة، نجي للراكيو وبنزيد الباسورد وخلاص، يعني الباسورد نعرف عشان هو بننزل هلبة هيك خليه يجرب شوية، ندير محاكاة للموضوع، محاكاة انك عندك باسورد موجود هيك ساهل في الراكيو التكست اوكي، ننزل هلبة هيك للنهاية، لو بيجي بيدير 7000 في الثانية يعني هذا كله نقص ثواني بيكون هيك نقولوا هنا عيال وذاك. بس نتاعي هنا إذا بيك تخش معي في واي فاي كده يروح مش بحتش بها بجي جرب إيركاك ليش يا معي خطوة ثلاثة ثواني يا سلام بدي قاعد ثانية واحدة ثانية واحدة زلنا هلبة بيش داون فهيك يدير كراك الباسورد كان الباسورد عندك في وورد ليست بس مش عندك الورد ليست بس الورد ليست ما لقيتهاش دي حاجة تانية زي مثلا كراك اتاك شفنا على اندرويد كراك اتاك يدخلك على النتورك وتقدر تدير سنفنج على النتورك مش حتطلع الباسورد لكن يمكن مش محتاجة على حسب انت ايش تدير. فهذا بالنسبة لل كراك دبليو بي اي دي ما هيك الطريقة. تمام في حد وصلته معنا جربوا طبعا الوحدات اللي في الفيرتشوال
انتنا زدناهم بكري يمكن يكونوا في الكي في الروكي وكيز. بس جرب ابدا جرب فيهم شوف كراك برد اصلا ما نعرفش كيف شكله ما يمدح كده دريهم سهلين على خد بعض منهم في فايده الحمد لله. روكيو عادي نزل روكيو ذا تي اكس تي 130 ميجا بايت من 20 ثانيه. نعم الكوماندات بس اي كوماند تبي بالضبط خنديره هيستوري ونشوفه كويس. فعندك انت كنت لحقت معي بكري تفضل لهنا كنت جبت زي ما قلنا هذه قلناها قبل البريك ان شاء الله اللي رايته لا خلاص معناها بعد هذيك بتوقف او ما توقفش تقعد ما دبيك توقف وتبدا بس بيجيك فايل صغير بس يلقى الهاند شيك كود ما يجيكش هالبرفكت فوقف هو دير اتاك وابدا مره ثانيه بالايرو دمب نفسها وبعدين وقف الاتاك خلي شوية هيك الاتاك مش عارف اقل من 30 ثانية كذا حي ينحي الواحد. طبعا ديك تدير اتاك من غير ما تحدد الكلاينت لكن رانا نقول لك انه يمكن 50% من المرات مش حينجح ندير اي حاجة فديرها ديما بالكلاينت احسن. صفر هاي معناها ما يوقفش بوك الدي او كلاينت وقف انت البرنامج ندير كنترول سي تاخذ ماك ادرس اللي لولا اقدر مكادرس هون اشوف الداش ايه الاكسس بوينت تاخذ مكادرس فوق على اليسار اللوتي داش سي اللوتيات شاف على اليسار ولا جنبه في النص مش زوز في البعض تلقى مكتوب عليها انت في الفيديو باين غطيت بس بتاعي إذا قاعد أوف لاين درس أتاك دور مسكين الواي فاي ما عادش شبه حتى يدور بروكس تشوي أجرب ويس بس شوفوه من إيش فيه كونكتد الواي فاي طبعا اي حد عنده اي مشكله لديني بس نخش على فاس التراك دي ما يدرى كل مديره دخل تاكس بالاتشبين الريبلاي خليه شغال شوية على نص دقيقة 30 ثانية كانك في الفيزيكا تقدر تشوف الفايل ذا ديسكريبت ولا كانك في الفيرتشوال ما نعرفش
نمشي شوية نص دقيقة وضعت بالنفس حيث هو ما عبر على VMs ديري مساس وايلس اي واحد هذا اللي خلاها اتاك ولي دوس اتاك ايرو دم هذا تبي تربط تربط بالايرو دم صح ولا بدير زوز كومانس نفس الوقت زوز تيرمينالز تفتح زوز تيرمينالز نفتح الايرو دم تسجل فهمت عليه بيبدون دم هم متصلين انت معناتها تدير بيهم تبيهم يفصلوا تدير الايرو دم تخليه يسجل تخليه على جنب تفتح التيرمينال الثانيه وتجي تخدم الايري بلاي دي وقت الاتاك التيرمينال الثانيه هيك بيفصلوا وبعدين بتوقف الايري بلاي بعد شويه بوقت 30 ثانيه بس بتخلي الايرو دم كامل بتشبح في الايرو دم شد هانشيك تستنى شويه طبعا اللي يكون انه الجهاز بتحكم بحيث في نفس اللحظه ممكن يبقى 10 ثواني هزه هي عرفت لما يتصل هذا تشبح فيها هانشيك ولا لا كان فيها هانشيك لا ما بارك كملنا هنا ما فيش تعال مره ثانيه ولا شوف نتورك ثانيه مثلا ضروري نتورك فيها كلاينتس ضروري تسال كلاينت معين بس تزيد احتمالات نتورك طبعا حصلت هانشيك مش لحظه الهاش هو مع الهاش موجود في الكاب فايل والاير كراك اوتوماتيك اللي يقدر نستخدم واحد من البرامج في الهاش غير الاير كراك ولا شوف انت شنو برمجي معك بجيب لك هذا شو فيه ولا انا ديما اركاك قزم مش مستحق غير اني هاي في كاين نيم بلاس شو اسمه كاين نيم طبيب سامع بيك ما عرفش كده استعملتها قبل كل شوي ردت لي ذكريات قديمه انت صار لك فلاش باك المهم في برامج ثانيه زي الهايدرا او جون ريفر وكذا بس مش في الواي فاي كيف قصدي كافيين يا اخي تقدر تدور اكيد في مجموعه كبيره من البرامج اي واحد يقدر يكتب تقدر تفكر انك تكتب براحتك قصدي انت ما كانهاش بس في شيء احنا برامج غير اونلاين اعطيناها وما عندنا شيء كبير يعني في اونلاين في اونلاين هسه بدي هو عنده محل كبير في مرات يبحث ويدير وكل شيء في الاخير ما يعطيكش ريزورت يدير ساينين قبل شوف البلان بتاعنا في حد عنده مشكلة بين دير دار على هايدرا ودير داس اتاك في الاتشبينج 3 بعد استراحة ولا قبل أحسن؟ لا بعد بعد ولا؟ نكملوا أي حاجة مكملناهاش اليوم ونحكوا على المواضيعين اللي مسكين عليهم هذوكا وناخذ استراحة ومراجعة يوم الخميس بإذن الله في ساعة مراجعة وساعة ونص بداية ساعة مراجعة وبعدين تاخذ بريك وبعدين تخش الامتحان واي حد عنده اي سؤال بس قبل الامتحان بيرجع يرسل رساله لا تفتح لك الدرايه كده اليوم اللي قبله وين بالمنتج ممكن نطلع منه
الأسئلة بتطلعهم من هذه، لكن أنا الأسئلة زي فهم. اسمع أنا مش هجيب ولا كلمة من السلايد هذا جايب فهم الموضوع. نكتب أكي من دماغي تبي حافظ أقلام. بيك زي خذ بيك مش حافظ. حفظ منك بس يعني. خذ ما في يوم الثانوي كنا لما. إيه بتقرأ كونسبت اللي قلتها كلها يعني السلايد مع عبارة عن الحاجة التوضيحية. ما في الثانوي في الفويد كنا نقول كان بيكون في تطبيق بيكون في امتحان الفترة الأولى كنا نطلع شباب شو نديروا؟ ندور على المكتبة في كتاب مساعد كتاب تدريبات كتاب واحد شو نديروا؟ نشروا الكتاب ونصور لبعضنا نقول شو الأستاذ؟ كان هذا بس الكتاب يجيب لنا ناس كنت سهل فبعد إذنك عندي برا مجموعة أسئلة في الحاش بالشرح بتاعها. قالي أنا. إيه. حنشارك الحاش معه لا. ب. مين ولا يبغى معنا؟ بس مش حنجيبه من التجيب لك تاني ولا. لا هذا مش مننا. خلاص لا هذا مش مننا. لا بدنا أسئلة مستوى. فهم خلاص عرفت. تفهم كونسيبت بيجيك سؤال بأي طريقة بأي لغة بأي. يعني برضو تبي أوصل على. مش حندير يعني تركز انت بتقرا السلايد انت جاي حاجه ما فهمتهاش تسالني ليه ولا تدور مثلا في النت اكتري تدور حاجات مانوز بديش الاصلي بعد الموضوع مش حتدور مثلا اي واحد فيها هو هيك الفكره الكورس عميق شويه كيف بنقول طبعا السلايد بس انت من غير ما تقرا بروحك من كانه ثانيه مرات ما مش 100% لكن مكتري 90% زي مرات السلايد بس تقرا بسبب المزاح نعم قلت من باب المزاح لا طاول الكل عندكم هذا اسئله حتى لكن فتره طويله على الهاتف بتعرف ما مش ممكن طالب يدير سؤال بعد ثلاث مرات صار بالإجابة بتاعها طبعا تشبح ناس إلى تلقاهم يا رب دورك بالك يا بك من المش علاقة شوف من المش علاقة بالأوامر كلهم فكرة الهاكين وليتك الهاكين ليه هم سيكيو هسنا هم هم سيكيو أصلا اه طب كان بعدها ما غير ما تقول له مدريش باية مش بانس كازل ما فيش كيف مثلا مديرو حددنا مثلا بسيكيو مين سؤال ده صعبين كيف بنخلص بحال مجانيها راوسط أيوك بعدين بتحفظ بتحفظ حين استفدت انت شو استفدت صح انت ما بدينا تجاوبك ها؟ بدينا شو جاوبه تعرف روحك شني ضعف وشني مش ضعف يبدأ يبان مني أعلى من الثاني في الفهم السرعة ماشي ماشي كان هذا من درجة امتحان عادي ما حاجة شخصية هي عرفوا لا أنا عارف يا ترى تختار 200 بالمئة هم هذا شو في 47 صفحة طبعا هو اللي عندي مازال في الحوش أكبر بهلبة علاش لأن في حتى شرح كل سؤال علاش الإجابة هي دست علينا فايلك لا والله مش كامل بس قال الجمع فيه لا قال الجمع فيه لأن اشتري 200 سؤال بالشرح بتاعهم صعب صعب لكن سألت هذا السؤال الأول ديما هو سؤال ديما سهل ديما هذه الطبيعية خش على السؤال رقم ولا سؤال رقم 71 71 صح 71 برا بالك ما مش في الكورس was the primary goal of ARP spoofing attack ان هيتك لا تفضل ARP spoofing لا مش تخلي كل شيء في معضلة انت تعرف كراك واي فاي تستم انت سبت الموديفاي برا قول ما قلت لك يعني تنكتبوا لكم طريقة غريبة يعني ما فشفت مثلا زي هذا عندك هذا وعندك مجموعة أسئلة ثانية الأربع نقاط قريبات من بعض يعني الأب سكوب شو مهم يقول لك كراك واي فاي أنت شنو حسيت قريب أنا كنت روحت لما قريتها أول مرة قبل ديرة بفهم سوشيال إنجينيرينج حتى دي هي صح تقدر تدير بفهمز لكن وقلت لنا برايمري ايه ما علاش قلت لك يعني هي الاجابات قريبه من بعضها هلبا طب انا بالنسبه ل 71 حيجي في بالي تيجي على طول
اللي هو برفورم سوشيال انجينيرنج اتاك، هذه اول شيء حتخطر في بالك. لما لقيتها سي خطر في بالي نفس الكلمه اللي قلتها، ان هي برايمري. اوكي، وانا واحد بيركز على كل كلمه. تركز فيها كلمه بنحاول كلمه مش تريك كويشنز، يعني احنا اصلا مش لغه بتاعنا انجليزي. طبعا عادي نقول الجهاز بالانجليزي مش عندنا مشكله. بالنسبة لي حتى اصلا صعب الترجمه بالعربي اصلا، هذا هو مش هتفهم. لا بالترجمه، الترجمه عارف شو شنو اسمه. لا 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 مش موضوع. What's the four common use cryptographic hash function password storage؟ كل شيء هون هاش اصلا، هي الوحيده اللي هاش مش كراك. لكن مش حيخش سؤال أول لما مثلنا كريبتوغرافي، مع أنه هو كان موجود في الجاو تايم لكن الله غالب كانش الحق أن نكلمنا عليه غضوة سليم جيبونا شوية كريبتوغرافي. أنا مليح عقدة أصلا. شوف سؤال 55 على SQL Injection. مش خاش لكن what is the primary purpose is good not cool and cracking traffic not that مش واضحه دي لك خلصوها. هي دي واضحه عرفها لكن لاحظ ان سي متكرر في فرمسوشن جيجل. لا ما فيش حاجه لها علاقه، ما فيش الوحيده اللي فيها كلمه سكيل دي بالضبط. مالي مش علاقه ثانيه، لكن لاحظ كلمه السي متكرره جايه في بعض الاسئله سوشيال انجينيرنج حتى هذا يطير بقى في الشبهه. يطير بقى في الشبهه بالضبط. فالاسئله الحق يعني رزينه شويه من الشبهه. هذه سهله بسيطه. لا مو انت عندك الإجابة. لا قصدي ممكن تجاوب عليها مساهل لكن صح. لا بالنسبة لي مش مهم في الدار المجاري. لكن كان هو دار المجاري. كان دار المجاري أوبشن. أنا حكيت راسي شوية. لكن الأوبشن هو واضح. وأنا أحكي لك بالنسبة لي بارك الرحمن قصدي مجاري. أوكي. عارف كيف عطيت فيك كورس. لكن بالنسبة لي نحن جدد علينا الموضوع فيبي تفكير. كيف بيندار بتأسس؟ هي بزاف في اصلا. ايه بس كان ديرك هذا حاجه واحد من اسئله. اه واز ذا بيربس اوف مالتيكو قولي تعرفها هاي ولا تعرفها؟ واز ذا بيربس اوف مالتيكو 57 فوت جاوبها براحتك من غير ما مش تكتب لك جاوب. خذ لك هذا 83 واتش انكربشن الالجوريزم از كومن يوز ان اس ذات شورت سكيل. قولي لو بعت 83 واتش انكربشن الالجوريزم از ست ار اس اي دي اي اس دي اي اس دي اس اكتب ابو بنارس. ايه لكن هو كومن يوز كومن يوز دي اس ال اس اف ان مور كومن مور كومن. طب انا مجاوب ار اس اي كمان. الار اس اي علاش هي الاجابه الادق؟ لان هي الاقوى لكن مش الكومن يوز. حاليا ديفولت ار اس اي لكن الديفولت ار اس اي عندنا ثلاث تعابير. لا 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 بس هيك ضف لكن الديفولت جيجا. انت كيف تعرفها؟ كدير اس ستش كيجن. كيف عاد في كورس قبل الكورس هو دير اس ستش كيجن كيجن ما اعطيش اي ارقم بوقفك. شوف ار اس اي بير ولا نقول حط وما تبي دير رايك دير رايك. شوف ار اس اي 3072 اي لكن لما تخش على الراوتر نفسه حتلقى ان الديفولت هو اللي في الرابط. لا لا كيف هو كذا هاي فور سكيور ريموت اكسس يقول عرفت اس اس اتش قال لك هذه اس اس اتش كي جنريت. انا معك لكن الديفولت هو او الكومن يوز هو الاي اس. ما هو اللي حسب مثلا هو اللي يعطي الكورس اكثر في نتورك ولا اكثر يساعد في لينكس لكن هو هذا المفروض لينكس اكثر. لا هذا جزء من عرفش الحاجه بس من باب الخبره في عالم الشبكات حتى كوملي يوز ترى مش انجلش مليح. فتقول الديفولت تو شنو هي؟ لا حتى لسه لو مش بتاع 2024 ايه لا لا قديم. لا لا قديم هلبا انا يمكن كان صح قبل. لا لا لسه مش 2024 قصدي سؤال زي هواك بتجيبها هيك بتلفها فيري مسليدنج حتى. مش مكتوب عليها موجود. فاولي انت مهندسه ان شاء الله تفيدكم. بارك الله فيك. المفروض ضدنا جو الثانوي لكن معلش مش مهندس قصدي زميل. في حد عنده صارت لأي مشكلة؟ أي مشاكل؟
وصلت الهاند شيك سكرت الهاند شيك ها؟ 100% شو بدي هيك؟ نزلت روكيو روكيو تكست هيك لا نزلك هاد وجهك هاي الناس
قلتش لازم الارقام هاي دول تتحرك الاسرار ما اسمع كيف تجرب شو قبة تشانل غلط ما انت كيف لا ضروري تختار تشانل ما أحسن تشانل تقول لا كيف تبدا بتدير اداك وتجبد واحد انت مش مسيف على فاهم يعني بيجوا انا اختار عادي يعني خلاص ما ادير اختار واحد منهم مميز تشانل صح بس وبعد ال هنا شنو بعد داش سين من ذي قبل اللي عندي اللي ده عايز ورقم سنة من ستة واحد إلى أربعة مرة ايش سنة واحد سنة وين Thank you.
هذا عندنا مشكلة. منى تمام صار لها. هو يشارك في الواي فاي ما فيش بيوتي. لا أنت خاص على روت واي فاي واي شارك تفتح من غير روت. دير اكزت من روت. ديروا حاجة ثانية. طبعا لما بترد الانترفيس بتاعك طبيعية. ايوه. دير ايرمون ستوب. جميلة زيرو مون او اي حاجة مكتوب عليها مون في الاخير. هي ضرورية كيف تستعمل فيزيكلي. لتحسب الواي فاي بتاعك في صدق. دي الايرمون ستوب بعد اسم الانترفيس نهايتها مون تولي واي فاي طبيعي مرة ثانية. انت دي رفاضي تقوم كل مرة طبيعية انك دي زيرو كيف هكذا نعمل. لا فتوى نبي نجرب حاجة ثانية. شيني عالقين في حاجة ولا نفتح اللي بعد داخل 10 دقايق. نفتح نوريكم سوفتوير ثاني تاع دبليو اي بي. هذا هو دير كراك في دبليو اي بي. تمام اسم البرنامج واي فاي. واي فاي هيك فتحتو. فايت نرص انت نجربه الجواب دايل لك جو وبنظر وحاجات صاير كسر جوكم. اوكي فجيت اشبه هذا انا نستعمل فيه للدبليو اي بي فقط فصلة لكن جميع انواع الحاجات حتى جو الاير كراك فصلة اوتوماتيد وهيك وتقدر تقول عشان تبي دبليو بي هي ودير عليها دي او دي واحد يخدم منها دي اوتوماتيد لكن ما استعملش فيه بجو هذاك مانوال هيك ندير فيه فدي كنترول سي لما انت واتي بعد البحث الاول تقول انا نبي الاولى هي علاش وزاتها الخط دبليو اي بي انكريبشن. تمام وزاتها هي قلت له اعطيني رقم واحد دبليو اي بي هذه بتاع الفيرتشوال هي نفس اللي عندي تقدر تتبع معي بسرعه سهل هو ما فيش هلبة دير فقط واي فاي تي واي فاي اللي اسم البرنامج وما درت شيء بعد خلنا نعوده مرة ثانية بركي كانت مركز معنا كلير ك روت يعني واي فاي نعم واي فاي جي اي واي فاي روت ما يمكن كيف ما على الكمبيوتر شيء مشكلة طبعا انت عملتها قبل ندير انت هو اوتوماتيكي اللي خذا واحدة منهم يعني كنت نقدر نحدد له المهم مش نبي اي واحدة مش اللي هي مش الفيزيكال بتاعنا الفيزيكال ما فيهاش دبليو اي بي فبخليها يبعد شوية بعدين ندير كنترول سي بعدين بيقول لي ما هي اللي تبقى تقدر اول بس يشرب على الواي فاي كلهم انا بقولها واحد بس ثاني واي فاي اول يقول تمام يقول لي تنجرب هذا يقول يجرب فيك اوثنتيكيشن هذاك وهكذا وبدنا بيجيبها بالدبليو اي بي ريبلاي ولا يلقط اي بي استوى انيشيشن فيكتورز اي بي تمام اجرب معهم نبو 10,000 اي بي باش نبدا الاتاك اللي بعده يلقط في انيشيشن فيكتورز طبعا ضروري للدي بي بي واي فاي نتورك هي فيها لها ترافيك الدي بي ترافيك باهي وشنطة باقية عندك باش تكون يعني ميك سنس اوكي حصلنا الواحد تو كراكر اند كراكر ريبلاي اتاك يبقى فيهم مرة ثانية بعد ما سألوهم يربط في جديد باي استنوا طبعا مش اكيد مضمون انه يفتح لكن بدنا لا يفتح لانه احتمال كويس
انت قاعد تقفل البيت وقفل البيت. اوكي سيف كراك ريزولت توش نسمع باهي نشوف شو نصير هذا تبع مين دير كات كراك جيسون عندي اكس كيب اس كيب أوه بس شكله مصلا شوي بس أنا بقول لك كراك بس 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 شوي بس طبعا لي سنين ما استعملته شوي بس زين كراك جيسون لما تبي تغير الهكس كي تبي تحولها لي ويب اسكي كي ها كويس قال كره تقدر تخدم عليه سكي طول بس بير واي فاي يعني تديره تقدر بطول يخش جاب انا فري لايف مره حصلت نت واي فاي كله ده بي بي في بلاد ثاني لكن طلع لي بس رقم طبعا نادر تحصل نت واي بي بي كله ده بي بي ما ماشي هسه ممكن تسمح فيه قصدك هسه صح لا في الهكس كي هو يخشك على الواي فاي اذا كان في الابل بدي قبل دورة سعر لكن بدي اطفئ من غيرها ما من غير الشريحات يخش باذن الله الواي فاي مازال فيه فيتشرز ثانيات اوكي وصل فيتشرز شنو انت خلينا نجرب في الواي فاي موبايل اعطيه 7 دبليو بي اي ولا شوف ايش يصير معه خليه يجرب شوف يدير في هاند شيك كابتشر اوتوماتيك تقدر تعطيه اول يجرب عليهم كلهم هذا هو يبعث في دي اوت اتاك وبعدين يدف ديسكفري للكلاينتس ويستنى وكله يبي هاند شيك اوكي دي اوتين 14 ثانية دي اوت اوكي هذا نفس اللي كنا نديرو فيه مانوال اللي هذا اسرع لكن ندير فيه مانوال
بس راح متاكد اكثر نزال عشان يجاوب الزمان دبليو فلوب كويس دبليو بي ما اكيد غلط دي اوتين ليسنينج دي اوتين طيب تايمو عطا 4 دقايق بجرب معه صرت معه حصل حاجة بارك صرت بيجي بارك فيديوهات مرة تانية بودكاست ووت سمعها تمام اوكي تسكروا بجانس لكن كنا ندير احنا يجيب فيديوهات ويوقف ويسمع ويشوف شد فانشل ولا لا كل الكلاينت يبغى فيديوهات براحه وما يدير فيديوهات صفر يدير فيديوهات واحد يبغى في الباك واحد رحنا ابو ابو يرفع الفيديوهات صفر لا كان خطوه انك تطلع بس وقارنا بالتكست فايل الموجود بالضبط بالشكل هذا كيف تشغل الباسورد؟ لا، ما فيش، يعني الباسورد ما ينبتش في التكست بوك، ينبتهاش باش فيش حاجة تطلع الباسورد؟ لا، ريفرتبل هي ما فيش، ما يردش، وان وي فونكشن كيف تعرف لين الارجو فهذا قاعد يجرب، اوكي، في حاجة ثانية نبي نعاود نقول لكم عليها مرة ثانية موضوع الاري بلاي كيف دلنا اري بلاي مهم الدي اوت والاير بلاي كمان هو يمشي كدوس اتاك يمشي على اي واي فاي نتورك بس تقدر توقفها اندفنت عارف هذا احتمال الدي اوثنتيكيشن اتاك ما يمشيش على الويب نتورك كانت دبليو اي بي ما يجيش دايركت دوس اتاك هاو يعني في فايده شويه لكن مش هذا طبعا اذا الدبليو بي احسن على الاقل ما يجيش بروفيسور هيديروا بس اتاك خير من يخش على الناس بتاعهم احنا ما سدناش الوقت اليوم درنا واي فاي تشالنج لاب لكن ما درناش دوس اتاك في سين فلودينج اتاك اي سي ام بي فلودينج ما جربناش شيء الاتش بينك 3 اوكي وما تعرفناش على التوز بتاع الديدوس اتاك بالنسبة له هو خلاص مية مية كي بالنسبة للواي فاي شت مورا واحد ما زلنا دوس اتاكس باستعمال ب اتش بينك 3 اوكي وبعدين بناخذه على بناخذ نوعين من دوس اتاكس ال اتش بينك 3 بينك فلود اس ام بي فلود وسن فلود وبعدين حناخذه زي الانترو اللي هي في سكريبت كبير دي دوس تقدر حتى دور ولا مش عارف جميع انواع الاتاكس هنا جيت بوست لاير 7 لير 4 اتاكس سي بي يو دي بي سن اتاكس سن فلود جروب واحد ديريكت ما يسموها سكريبت بروجكت واحد ماتريكس اسمه اللي تنزل ريليس ريكوايرمنتس ان عندك الباكج زعما دوني كلهم موجودين في كادريكس بديل تقدر ريكي بس نزل سكريبت
اون لاين انستول انا فريش في بي اس عندي في بي اس كيف ولعته دير زين اهو اسمه ايميج ديدوس هو عارف شو تستند فور لكن ايميج ديدوس ماتريكس تيم تمام نكملوا غدوة هذا غدوة إن شاء الله قبل الاستراحة نديروا هو لاب على الديدوس اتاك ونستعملوا في لاب على الهايدرا فاسد كراكي تور اسمها هايدرا بعد عندنا برزنتيشن سريعة على ال vulnerability analysis و والهاكر ماين بعد الصراحة كلها مراجعة مراجعة أي حد عنده أي سؤال عنده أي مشكلة يجيبها هو كلها السلايدز اليوم ما صارش فيها أبديت ما فيش أبديت سلايد